السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. درس النهاردة إن شاء الله شرح لف محرك 30 مجرى 4 قطب 3 فاز متداخل شاذ التقسيم. سوف نتناول شرح العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك وجدول التوزيع المجاري ورسم الانفراد. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. العمليات الحسابية الخاصة بلف المحرك. أولا تقسيم المحرك. عدد مجاري الفازة الواحدة هتساوي 30 مجرى على 3 هتساوي 10 مجاري لكل فازة. عدد المجاري تحت كل قطب هتساوي 10 على 4 هتساوي 2.5. من هنا يتضح لدينا أن هذا المحرك شاذ في التقسيم، لأن عدد المجاري أعطانا كسر. عند تقسيمه يكون 3 إلى 2، 3 سيريا و2 سيريا، ويكون هذا التوزيع طبقا لهذا الجدول. هنا عدد الأقطاب من 1 إلى 4 و3 فازة. هيكون الوجه القطب الأول للوجه الأول 3 مجاري، والفازة الثانية 2 مجرى، والفازة الثالثة 2 مجرى. عند القطب الثاني هيكون 3 مجرى للفازة الأول و3 للفازة الثاني و2 للفازة الثالث. عند الوجه القطب الرابع هيكون 2 مجرى للأول و3 للفازة الثانية و3 للفازة الثالثة. عند القطب الأخير هيكون 2 للوجه الأول و2 للوجه الثاني و3 للوجه الثالث. خطوط اللف 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10. البدايات سوف نستخدم في هذا القانون في هذا المحرك البدايات المجموعة الأولى للفازة الأولى والمجموعة الخامسة المرة في نفس اتجاه الفازة الأولى للوجه الثاني والمجموعة التاسعة المرة في نفس اتجاه الفازة الأولى للوجه الثالث. التوصيل الداخلي نهاية في بداية والتيار يمر في اتجاه واحد لأن المجموعات غير متجاورة. سوف ننتقل إلى رسم الانفراد. هنا الجدول الذي سوف يتم تقسيم المجاري على الثلاث أوجه. سوف نقوم برسم للفازة الأولى في القطب الأول 3 مجاري، ثم الفازة الثانية 2 مجرى، ثم الفازة الثالثة 2 مجرى. القطب الثاني سوف نقوم برسم 3 مجاري للوجه الأول و3 للوجه الثاني و2 للوجه الثالث، ثم القطب الرابع 2 للوجه الأول، 3 للوجه الثاني، 3 للوجه الثالث، ثم القطب الرابع والأخير 2 للأول و2 للوجه الثاني و3 للوجه الأخير. من هذا الرسم يتضح لدينا أن المحرك للوجه الأول 3 سيريا و2 سيريا، وخطوة اللف بالنظر إلى هذا الرسم تكون 1 إلى 10، 1 إلى 8، 1 إلى 6، 3 سيريا. خطوة اللف 1 10، 1 8، 1 6. نبدأ بالطرف يو للوجه الأول، وهنا عندنا الوجه الأول باللون الأزرق 3 سيريا، ويكون التوصيل الداخلي داخل نفس المجموعة نهاية في بداية ونهاية في بداية ليمر التيار في اتجاه واحد داخل المجموعة الواحدة. ثم نقوم بالرسم المجموعة الثانية لنفس الوجه الأول 2 سيريا، والتوصيل الداخلي بينهما نهاية في بداية. عندنا المجموعات هنا غير متجاورة، يكون التوصيل بينهم نهاية في بداية ويمر التيار في اتجاه واحد. وكما نعلم أن المجموعات الغير متجاورة يكون عدد الأقطاب ضعف عدد المجموعات، وهنا عندنا مجموعتين إذن عدد الأقطاب 4 قطب. ثم نبدأ بالوجه الثاني من المجموعة الخامسة المارة في نفس اتجاه الوجه الأول، مجموعة بالأزرق، مجموعة بالأحمر، مجموعة بالأخضر، مجموعة بالأزرق. إذا نبدأ من مجموعة V، نبدأ بالطرف V المجموعة الخامسة، وإسقاط 3 سيريا للمجموعة الأولى، والتوصيل الداخلي بينهم نهاية في بداية نهاية في بداية. ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية للوجه الثاني 2 سيريا، والتوصيل بينهم نهاية في بداية. تبقى معنا الطرف في المجرى 4، والتوصيل بين المجموعتين نهاية في بداية، وتبقى معنا الطرف 4 نهاية الوجه
الثاني، ثم نبدأ الوجه الثالث من المجموعة التاسعة، وإذا عدينا المجموعة زرقاء حمراء خضراء زرقاء حمراء خضراء، هنبدأ بالطرف W من المجموعة التاسعة ثلاثة سريع، والتوصيل بينهم نهاية في بداية نهاية في بداية، ثم اثنين سريع المجموعة الثانية، توصيل بينهم نهاية في بداية، والتوصيل بين المجموعتين نهاية في بداية. يتبقى لدينا طرف نهاية المفازة الثالثة Z، وبكده يكون تمينا لف ورسم انفراد محرك 36 مجرى 4 قطب شاذ التقسيم. وشكرا حضراتكم.